السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى أنه يلقاكم على خير. الفيديو ديال اليوم هو حكاية شابة سورية نهار عليهم المنزل ديالهم بسبب الزلزال المدمر، وبقات تحت الأنقاض لمدة طويلة، لكن وقعت مفاجأة اللي خلاتها تعيش وتحكي حكايتها وشنو وقع عليها. نخليكم مع الفيديو، وإلا عجبكم ما تنسوناش من الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. هوني واسمعون، وكنت عايط للعالم اللي برا ما حدا سامعني، يعني كان في فوق طوابع. وقتها طشت هون، انه انا صرت افكر انه يا رب انا ما متت بالزلزال، بدي موت عطش. هون صارت جنة. نحن اول شي كنا قاعدين بالصالون عند اختي، ما ببيتنا، انا وماما واختي واولاد الاثنين، وبابا واخي هن كانوا بالغرف ببيتنا الثاني. فجأة صارت الدنيا تهز. نحن بيتنا البناية هي عبارة عن هيك بيت ببيت، يعني قسمين. نحن هزت الدنيا فورا، وقعنا ما كنا حاسين عالشي. فجأة السقف البراد يتحركوا والسقف انقسم نصين ووقع. باللحظة الوقع خبط على ظهري، انا وقعت فورا هون غميت. بعدين فقت، انا كنت تحت يعني تحت، بس انا كان فكري انه انا وقعان علي بس بيت. طلعت البناية كلياتها فوقي ونحن تحت بالارضي. ما اثر فيني انه هو اجى السقف بين الكنباية والفرشة، فكان بيناتهم فضا، يعني كان بشكل مايل. انا كنت سامع صوت العالم تحت الارض حكيهم، عيت يسمعوني واسمعون، وكنت عيت للعالم اللي برا ما حدا سامعني، لأني كان في فوق طوابع بس أنا سامعتهم. نادي وأحكي ما حدا يسمعني، بس اللي أثر علي هو كان عالي شوي السقف، عدق يوطأ أو يهير حجر عوشي. آخر شي وطي كتير. هون صار تاني يوم تقريبا. هون صار كان كتير برد برد، يعني ما بقى ايدي تشنجوا واجري، وما بقى اقدر حرك غير وشي، وعطشت فانه بدي مي. انا فجأة بتمطر. هون وقت مطرت صار ينزل علي نقط مي، صرت اشرب من مية المطر. شربت من مية المطر، بعدين وقفت بس تبللت شوية مي. هون بردت، ما بعرف كيف تفي. وقت عطشت هون انه انا صرت افكر انه يا رب انا ما متت بالزلزال، بدي موت عطش. هون صارت تمطر. وقت صارت تمطر انا صرت اضحك، والله صرت اضحك. شربت مي، هون عرفت انه انا بدي اعيش خلص، انه هيدي هيك من عند الله. نمت، فقت انا كنت حاسة على الانقاذ وقت يوقفوا، معناها صار ليل. وقت يبلشوا في مرتين غميت ومرة نمت نومة عادية، كنت حاسة على كل شي، على صوتهم عم بحكي معهم ما حدا سامعني. باليوم الثالث آخر شي وقت صاروا يهدوا منطقة بيتنا والمحل ما كنت أنا قاعدة، هون صار يهر كتير قرب السقف حوشي. أنا هون حطيت إيدي على عيوني وصرت أتشاهد. ثالث يوم فقدت الأمل، فقدت الأمل وقت صاروا يكسروا فوقي، يعني هون صرت اتشاهد وصرت قل له يا رب انه انا هلأ طلعتي لبرا، ما طلع عادي، ده تصير معجزة، انه يا رب معجزة من عندك. بس الضربة الأخيرة كانت رح تكون عوش، يعني غطيت راسي وصرت اتشاهد وادعي طول الوقت، وانا تحت عم بدعي للكل ما بس الي، يعني ادعي ان الله يطلع الكل ويطلعنا ويرحم اللي ما، يعني ما بس ادعي الي لاني كنت سامعه صوت عالم وولاد. دقوا الدقه الاخيره، نزلت حجره منهم لتحت خبطت كلها. انا هون فتحت عيوني، شفت في فتحه شوي يعني مفتوحه. هون انا رفعت ايدي وشافوني، بس طول الوقت تحت مع اني ما في ابدا فتحة للتنفس، بس كان حجر، من الحجر قرب على الحجر يطلع لي هوا، في هوا كان طبيعي بس برد.
برد كان بشكل ما طبيعي، ووقت طلعت كنت ما قادرة اطلع بالضوء لانه عتمة. وجيت ما يعني اول شي ما كنت وعيانة لبعد ما صرت بالمشفى الحمد لله وصوروني، وهلا هيك قاعدة يعني على ظهري ما قادرة.